دارير سومالي لان يكو دغان دالكا كان يوكا ايا حفلة دعاد بلارن وسود وين وحا ايو قبتين مدحوينه سدح هذه جمهورية دا سومالي لان مدن الداهر ريال كاهن حفلة دانورون تيكا دعدي مقالة دالان دام قلبيت كيدا ايا وحا ايسو قيمي تاليا دارير سومالي لان يكو كالانول قبالة دالكا كان بريتين هدبا حفلة دا ايا قوب چوغ ايال وحاكا ها او يغونا كسوغنا قدومي حسبك وطني مدن حرسي علي حاج حسن سفير كجمهورية سومالي لان فرية دلك كان يوكي مدن عبدي عبد الله دي حويرر ايو حلدبان كلها بارلمان كا جامع بكر دوبي ايو مسؤوليين كالي يدو هال كاسينا اي دمان با چالي يدا حرير سومالي لان قدومي وشود ايو يحسبية دا قران كجمهورية سومالي لان اي دمان با كسو غيب غلين هذا الشعب كرير سومالي لانو هالكاسي وغمر خاتي فريد داهر ريالة كاهن انتي وحيلك اي وحياليه وغبتي ايا هاد اللذو دي وحكم دها سيدة أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين وعن مركو هراء إنو قبره عز وجل كولا كيناني إنو إلهي نغلق كولا إنو خير إيا حسنات كقاض إنو إلهي نغلق كولا كينان وعن إذن فرعيا وأن إذن كوه الرئيسين يا تقوى إلهي يا عبسيد إلهي بان نمبر ون مرلبات كما وحان قاد يا آد وقفر حسانة هاي عاوة وحان سلين مدحوين هذا الريال كاهن تدكي إن هل كان شوه وحان سلين هاي أني كان نيجي أقوم بذني مجهرو، ولي جينا معارك، لبلا سيسكن قبرنا، وحن بس لين تلو سيخ مركو ولا ريو تبع، مريو ده، وحن سيدي شيء، مدوين مكمل أسد سندود لقتشوب. وأنو ظاهرة هين مركا وحمن سبحي أيان تاريخ ذي سبو آدي آدو بلانا ليقسي نقوى يا يهو الله إله ذو ساهل قما وحو كبلا بيشي مصنو آبهاي إيا إنتان مغن كسو قاري مغن مركا نكا مغن لا إله ذو وحا قف تاريخ ذو قسطنطن أو وحا أوشاقو وتوسو قادن شيري أني كان إن مجن هل كايب مجن يوتشي، ويا أديا أدو صاحب هاي، أو إلا يرانتي سي وسقدي وذا بلابة، وأنا قنان ولا راهي، إلى هاي النحريس كنا هكوا رابية، أيا إيجو وهم يشريو مر كانانو قبل هذا،
ولكنها تتحرك بانها 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 تتحرك والله إنا رجيم بيو دارج وحنا كور وايو نكاسة إذا أنا كور بيو كشرا هلكي ما جنبو بيو كشرا إيه مكمر كمر كا داهر لقى لقاي وانا نقول برتاي أنا عن عرق التاريخ دي صعب هذاي أو ملحوينا كلوجان لغضاي أو ملحوينا لغضاي نكاو حلو رجيري عبد محمد سارة إلهها ونحارس نكا مركا تاريخ لاسان إن بدن ويقول علي يشي كديس مركو ودن كتغانا قريقا وكدهي جيري قريقي سوحا مركا مركا الله الله إنه وعن جوغا قريقي داهر رياله إلهي نحريس جنناها كورابي هدو سو قاري لها الدبا هدو سو قاري لها وقت كانوا وحنو أنا قا سو قاري مركا وحنو قضي إيه ودب مدحوين النقضي مدحوين كحوين النقضي مركا يمكوحن هذا نكي وحي بريقي كوشي جيري ayaan ugu toos u arkay maanta haduu noolaan laha waxaan ku soo gabagabeynaya hadalkayga ayna way sugeeyay daahir waxaan farayaa kelmad qura waxaan oranayaa daahirow adiga garanaya dadkii adiga kula mid ahaa ninkaasi sheegay ee aqligiye maskaxda iyo uu saaxiib ahaa jiinka ilaahay ku siiyay adiga garanaya maanta waxaad Soomaali waad arkaysaa halkay maraysay ugu dadaasha daahirow in lagu daba galo oo dadka adiga kula nooc ahaa ee uu ninkaasi ii sheegay adigu inaad ummada Soomaalida ee koonfur iyo waqooyi inta joogan baa joogan inaad badbaadiso oo diigooda iyo dhibaatada haysata inaad ka badbaadiso oo dad badan oo kale oo intaad Ilaahay tala saarato ummada intaad adigu garanaysana aad ka haysato ومدى بدبادي إله إلا كاشو أيام كفر أيام قبيجي إن 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 تما عده هل خايت الكبل هذا أنو فاتم غنى يدعو ومدى لولانة بلينا يدل فوفت هاي عقل جدوني لا جسارة وحي هرب سو داشة دي أي تجسنا إسحاق تات كبل هذا وحن عاو كولا كل مين كولا كل ما أدبا نشعله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو ما هذا غيا إله ما هذا مركور إسأله هنا هالغيبة وحنو ما هذا غيا وحنو ما هذا غيا إنتي حفلة دنكسر شقيسي رجيا ضم ربا رنتي كنت عطيه مسوي جدي مدرسة عشاء كجدا بيسي في يدي إدوني إني سميان يسولو إنتي قيمة بدنيد أنا قوم كلا سار سار إن أنا قوم قف قف وكل شيء جينين رجيا ضم ربا mid walowba wixii iyo kaalintii aad ka qaadatay baan kugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waa mahadsantiin inta raacsanaya aad iyo aad baad mahadsantiin shacabka reer London ee rag iyo dumar leh ee caawa soo dhaweyntii madaxweynaha iyo waftiga la socda soo dhaweeyay aad iyo aad baad ugu mahadnaqayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa guddidii رجيو دوما بلا هيد حفلتن مدد غابن كسو كو وحان كسو دوينيا مناسبتن شرفت له مدن مدحوين داهر ريالي كاهن مدحوينه صديحات ابي ديمقراطيه و habeenkii hore aanan ku dheeraanay habeenkii hore aan sheegay ka uu yahay daahir riyale kaahin iyo halka uu ka taagan yahay qaranimadeena maanta lugaa isku taagtay marwadii madaxweynaha Faris Leengeni Sadaxaad ayaa leeyahay sacab gaar ah u tuma sidaa la yiri kullu rajul adim wa ra'im ra'atul adima salaam madaxweynaheygi hore madaxweynaheygi sadaxaad oon horeyna wadanka nagu soo dhaweyn jiray maantana isagoo shicib ah oo si fiican dimuqraadiyad wadanka gaarsiiyay isagoo marwada wada barxadba
horena aanu la kulmi jiray ku soo dhawaada wadanka guriga waa gurigiina la aanu soo dhaweyno madaxweynaheena hore aan caawa xafladana awgaas uu qabanay mudane daahir riyaal kaahin caawa asaynu halkan isugu nimay asaynu xaflada uu qabanay asaynu markii hore soo dhaweynayna sidoo kale waxaanu caawa halkan inuu ku soo dhaweynayna gudoomiyaha xisbiga wadane mudane xirsi haaj xasan yeynaan isdiibin waynu kacaynaa horeynu soconaynaa maantaabay bilaabantayba baarlamaankii waad ogtihiin 37 xildhibaan oo israacay oo isku raacay intaasoo go'aan oo aad arkayseen waxay ahayd waxay aad loogu wax kale hadal aad badinaya ma jirtay waxaad leeyahay habeen wanaagsan si wanaagsan baad u soo baaragteen madaxweynaheenni aad u soo dhaweyseen aad iyo aad baan u faraxsanahay caawa innaga oo muujinayna unity wax la yiraahdo oo iloobaya wixii dhacay waddankeena ka dhacay iyo wixii halkeenu kala taagnaynba maanta waa adiga arkaya farxaddii ka dhacday golaheenni weynina uu wada suganayay hadalkiisii dardaaranka ee dhiirinta lahaa walba inagu intaa isugu keenkeenay mudnaa mudana daahir riyaal kaahin dee intaan iloobana iga raali ahaada guul iyo sharaf ay noo tahay inaan gacmahays haysano guul iyo sharaf ay noo tahay inaan waddankeena aynu dirno baaqa wanaagsana dirno waxaan rajaynayaa in kelmadahaagu ay muwaadiniinta reer Soomaaliland ku duxaan oo qaranimadu sarreyso qabiilku hooseeyo oo maxay ahday markaa loo jihaysto horumar wadajir iyo qaranimo aynu dalkeena iyo dadkeena maxay ahday uu ku tamariyo insha Allah wax badanna oo aynan tirin karayna dalkeena hooyo uu qabtay dimuqraadiyadda ayuu dhisay ciidankeenu dhisay haddii ay beed maayo midnimadeenu dhisay oo ummadii oo dhan ayuu mideeyey ummadda reer Soomaaliland oo dhan buu mideeyey rajeynaya inay Soomaaliland ha noolaato ha jirto calankeenuna ha ka bilgilileeyo United Nationska daayar daayar iyo daweyn dunida idil degelka soomaali dadweynaha ku tiirsaday dal jirow daacadnimadaade dadweynaha ku tiirsaday dal jirow daacadnimadaade la tawaaf dadkaagoo ku raba darajo weeyaane de madaxdii ba inala joogto hadalka iyaga leh madaxweynihii hore la doonayaa inuu bal waxdee ina xasuusiyo xiskeenna uu wax kaga tago wixii uu ka tagana gudoomiyaha labadooduba odhan doona laakiin anigu laba eray uun baan odhanayaayo marka hore waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadaydii maanta nabarkiinaga fujiyo golihii wakiilada hawsha ay qabteen waynu ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay meel nabadabaynu wax ka helayna oo ku tartamayna dadkiina dooran lahaa oo midaysan oo meel wada jeeda baynu wax ku noqon karayna waxaan leeyahay marka dhammaan u diyaar garooba inaynu ka shaqayno oo ka sheekayno wixii doorasho iyo nabadgelyo iyo degenaansho iyo midnimo iyo dalnimadeenna wax ka taraya oo aan isku dhigno xisbigii bediilka ahaa insha allahu tacaala Soomaaliland waxaanu rajaynayaa insha allahu tacaala in isbedel isbedel insha allahu tacaala waxa weeye khayr qabaayilu ka hirgalabaan sidoo kale gabagabada xafladda ayaa halkaasi waxa ka hadlay madaxweyne daahir riyaal kaahin madaxweynihii saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo khudbada aad u ballaaran oo meel badan taabanaysa halkaasi ka jeediyey hadalladiisina waxaa ka mid ahaa sida tan raggiina joogay ku soo celiya xisbiyadu inay noqdaan xisbiya qaran oo qabyaalad ka nadiifa ummaddana ha lagu rabaa beriyo hore waxaan anigu ku talin jiray anoo madaxweynaha ayaan odhan jiray war aniga ha igu hiilinina qabiil dhiiggiina cidna ha ugu daadinina qabiil iyo ahlay doorto dhiiggaaga cidna xaq kuguma leh waxaan xaqaydu ku leenahay inaad doorashada keliya loo kala codaysaan cod buu xisbigu idinku leeyahay wax kaleu xaqaydi ku leeyahay ma jiro ta maanta aan gaadhnay waxa weeye
قبيلة دي إني قاعدي إنا قرية اسمه قادنا إنا ورير قلنا إنا ملون صعودنا قرمين تاسي دي بحلوغن نقضو إلهي نحلونا قبيل كبح الليلي إلهي ونوشاقي إنا خلقناكم شعوبا وقبائلا لتعارف إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وحيدكم خير بضن قبائل كإنا سكرتان بل يدكو سميه كوا يدكو خير كبضني وحويان إلهي أكتيسة يتقوديسة وإنو بالآذك فدنة أو كبد بادال الحديثة فدنة إن الله يسكى إلى ذيوي فدنة دو هدي بلا منطو سيدا لغو صوت دبالاي ويأدكتح تاو إن الله يسكى إلى ذيوي سيقارا وحان فريل عاو هل كان سيقارا وفريا قرب الجو قرر أولا مقعية بضم بي بريهان كسي دايان هودا أو ذا السيد أو ذا المحي وربحا صحبك بجران تي أو ذا 91 وقت يقوات كابي تشدين وحي كنت تشدين إني سومال لا تكبد نقدان سومال لا تكبد نقدان وحي كقارين درجة أغسر رئيسا مدحويني يقوه الرئيس ومال لا الدورت إلا اللحلك هنقوها وفي أوضاء عيناوي عثمان دعالي وارباحين تقارن كتموريات السومالي لان لندن